السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الملك محمد السادس يعطي الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح، فقد جاء في بلاغ للديوان الملكي يومه الأربعاء بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فإن بلادنا تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في أحسن الظروف. وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين، وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 وأزيد من 75 سنة، وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة. وسيقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح يوم الخميس 28 يناير 2021. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بالجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.